أهلا بك معنا مشاهدينا في حلقة جديدة من هنا برقة، والبداية بأبرز العناوين. اعتقال ابن عم فرج قعيم فرج مؤمن العبدلي من قبل مسلحين تابعين لكتيبة خالد حفتر. حفتر يطلب عبر وفد من أعيان القبائل شباب العواقير بإيقاف احتجاجات برصص، والأعيان يتعهدون بالتدخل للإفراج عن قعيم. في حكاية برقة نستكمل سيرة المجاهد يوسف قرحيل المسماري رفيق عمر المختار الذي رحل واقفا. البداية من بنغازي، إذ أكد مصدر محلي بالمدينة اعتقال مدير شركة الراحلة النفطية فرج مؤمن العبدلي من قبل مسلحين من الكتيبة 106 التي يقودها خالد نجي القائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر. وبيّن المصدر في اتصال مع نبأ أن المسلحين اقتادوا مؤمن العبدلي من مقر الشركة ببنغازي إلى مكان غير معلوم، مشيرا إلى أنه كان ينوي الترشح للانتخابات عن دائرة توكرا. وأوضح المصدر أن العبدلي هو ابن عم وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج قعيم، وأحد الشخصيات التي طالبت مؤخرا بإطلاق سراحه. وفي موضوع آخر، قال مصدر مقرب من وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج قعيم أن قائد ميليشيات الكرامة أرسل لشباب العواقير عددا من أعيان القبائل وطالبهم بإيقاف الاحتجاجات في برصص. وأوضح المصدر في اتصال مع النبأ أن الأعيان تعهدوا برعاية وساطة للإفراج عن فرج قعيم خلال هذا الأسبوع نظير إيقافهم للاحتجاجات. وبين المصدر أن وفد أعيان القبائل كان على رأسه شيخ قبيلة المغارب صالح لطيوش. أمنيا في بنغازي، أكد مصدر طبي بمستشفى جلاء وفاة مواطنين 2 جراء انفجار لغمين أرضيين بمنطقة الفندق البلدي وشارع جمال عبد الناصر وسط المدينة. وأوضح المصدر في اتصال مع النبأ أن القتيلين لقيا مصرعهما حين حاولا الدخول إلى بيتهما، مشيرا إلى أن الشخصين وصلا إلى المستشفى وقد لقيا حتفهما. هذا وتتكرر حوادث انفجار الألغام بمدينة بنغازي، والتي كان آخرها انفجار لغم بمنطقة سوق الحوت التي راح ضحيته 3 مدنيين. في نفس السياق، أكد مصدر من مديرية أمن بنغازي تسجيل أكثر من 7 حالات سطو المسلح السبت. وقال المصدر في اتصال مع النبأ أن جميع الحالات استهدفت سيارات بمناطق بوعطني والهواري والجوارشة. هذا وتشهد مدينة بنغازي منذ 3 أشهر ارتفاعا في معدل حوادث السطو المسلحة خصوصا وسط المدينة. وزعت لجنة دعم ثوار بنغازي وأهاليهم الحصة التموينية لشهر يناير على مهجري المدينة بالعاصمة طرابلس، ووصلت عدد السلال الغذائية هذا الشهر بحسب ما صرح به عضو اللجنة للنبأ إلى 1200 سلة تحتوي على المواد الأساسية من الزيت والطماطم والسكر والحليب والجبن. وإلى درنا، حذر منسق تجمع أهالي مدينة درنا عادل البرعصي من الانقطاع الكامل للمياه بالمدينة نتيجة نفاذ مخزون وقود الديزل في محطة التحلية البخارية. ومع تواصل منع ميليشيات الكرامة دخول شاحنات الوقود، تظل المدينة أسيرة نقص المستلزمات جراء الحصار الخانق. منذ عامين أو يزيد تواصل مدينة درنا مجابهة حصار فرض عليها من قبل ميليشيات الكرامة وطال كافة مفاصل الحياة. الحصار المشدد ألقى بثقله على كافة القطاعات وترك درنا أسيرة نقص المستلزمات الطبية وانعدام الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وبينما تحاول المدينة الخروج من عنق الأزمة، لا تجد ميليشيات الكرامة حرجا في منع شحنات الوقود والمساعدات الإنسانية من العبور نحو درنا. مسؤول الملف الأمني يحيى الأسطى عمر قال إن ميليشيات حفتر منعت الشاحنات من الدخول بحجة عدم حصولها على تصريح دخول للمدينة، أزمة قد تسبب انقطاعا كاملا للمياه عن درنا نتيجة نفاذ مخزون وقود الديزل في محطة التحلية البخارية
بحسب منسق تجمع أهالي درنا عادل البرعصي. تصريحات البرعصي تشير إلى استنفاذ رصيد الصبر لدى المواطنين، وأن مظاهر الحياة بدأت تضيق في وجههم أكثر فأكثر. لا يخفي الأهالي استياءهم من الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها بحقهم ميليشيات الكرامة دون أي مبرر، فمنذ ما يزيد عن أسبوع وصلت سيارتا وقود إلى المدخل الشرقي للمدينة بعد سنتين من الانقطاع، ولم تستقبل المدينة أي شحنات أخرى، ما يسهم في تعميق الأزمة. عامان من الحصار المفروض وتراكم الأزمات حولت المدينة إلى سجن كبير فرضته ميليشيات الكرامة ومارست بحق أهله سياسة عقاب جماعي. أمام هذا الكم من الانتهاكات لا يجد الأهالي حرجا في التحرك على مستويات عدة لمطالبة ميليشيات الكرامة بفك الحصار وتسهيل حركة الأفراد والبضائع التي تفتقر لها المدينة. عثر مواطنون على المختفي ناصر سعيد من مدينة تزربو بعد أن تاه في الصحراء لأكثر من 8 أيام دون طعام أو ماء. وقال مصدر محلي من الكفرة في تصريح للنبع الأحد أن سعيد عثر عليه في منطقة جبل عبد المالك على الحدود الليبية المصرية بعد فقدان الاتصال به طوال أيام. وأضاف المصدر أن سعيد كان في حالة صحية سيئة بعد ترجله لنحو 70 كيلومتر في الصحراء، ما استدعى نقله لمدينة الكفرة لتلقي العلاج بمستشفى المدينة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل هنا بركة. يا فخر للناس الأحرار ويا بطل ما لا ندايد، عليش خلفك بول مختار لو عارفك للشدايد، عليك حطهن ما من أوزار تطيح ظهور الغدايد، وكلفك يا المغوار لقيك في الوغاغ خير قايد، ولقيك عالتصاريف صبار علي قرعتك شلت زايد، وبيان فيك قول أسرار أسرار صقرها على الطرايد، عليك وسم من لذعة النار بخديدة سليل الجوايد، مربطين من نس المسمار ما حد عليك ميزايد، بورحيل يا جابر الدار يوم طيحتك حزن سايد. اليوم نكملوا حلقتنا عن المجاهد يوسف بورحيل المسماري قائد حركة الجهاد في برقة بعد استشهاد عمر المختار. حنحكوا عن علاقته بالحركة السنوسية وانتقاله لزاوية الجغبوب. خلوكم معنا. دايما الله وفيت حق بلادك، نين طحت ما فرطت فيه زنادك، وعلي بخديدة الواجب نقوله كل يوم قصيدة، قايد عظيم له أدوار مجيدة وذكره يزيدك عز في ميعادك، ويا ما قطع ما من أوطان بعيدة تبيله لجاب نظر روادك، وصبر وناضل في أدوار عديدة علي كبر سنك ما قطعت جهادك، وتدقلج علي جذران بيدة بيدة بين الصفاف واضحات أبعادك، مدرع وطيارات كر حديدة الفاشي عدو الإسلام لكن زادك، ثبت كيف ثبت الجبل كيف تحيده تقول حصن للإسلام ربي رادك، شهيد مركبة يا حمال غديدة ديما نجيبه في سريبة مجادك، وما زال يروي جدنا الحفيدة تفصيل ووقايع صير تستشهادك، هذول سلف للثوار خذل أكيدة يا وطن يلي كاثرين وغادك، لا جيش حفتر ما معاه عقيدة جيش على خيام مبني وزاد نكادك، واحد يقول انحرموا العصيدة والآخر يقتل في خيار أولادك، يفرج الله يا وطن من نبيدة وتبات في هنا مرتاح فوق وسادك، دايم الله وفيت حق بلادك، نين طحت ما فرطت فيه زنادك.
أهلا بك مشاهدينا في حكاية برقة، والحديث عن المجاهد يوسف بروحيل المسماري، وينضم لنا الأستاذ إيهاب الجازوي شاعر والباحث. مرحبا بك معنا اليوم. أمس حكينا طبعا كيف تلاقى يوسف بروحيل مع عمر المختار في زاوية جغبوب، وكيف تعلموا القرآن مع بعضهم وبدوا من البداية ووصلوا لعند الختام. اليوم نبغى نكملوا كيف يعني تقلت هذه العلاقة طبعا في الجهاد الليبي وكيف كبرت يعني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. ما زلنا نحكوا على علاقة روحانية سامية جدا، ربطت يوسف بروحيل المسماري رحمة الله عليه بقائد الجهاد والمقاومة في ضد الطليان عمر المختار المنفي. قلنا تلاقوا في زاوية الجغابوب وجمعهم اللوح والقرآن وعلوم السنة ومعرفة بالأنساب وكل شيء هيك، وتم هالعلاقة هذه تقريبا في إطار قرابة 10 سنوات. تمام، لين جاء في 1887 جاء تكليف لعمر المختار بأنه هو يكون الشيخ اللي بيقوم على زاوية القصور. زاوية القصور كانت فيها قبيلة العبيد، هذه الجردس وكذا، فكان فيها قبيلة العبيد. قبيلة العبيد كان ديرة وجيج للناس هذاك الوقت، تعتبر من أوائل القبائل اللي رفعت سلاح ضد العثمانيين، وكان ناس روس مسكرة صعبي الانقياد، ما يجوش بال 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 بالقو وكذا. فكل المشايخ اللي برموا، كان قبلهم واحد برعسي اللي جو للزاوية هذه لقوا فيها صعوبة، فقالوا نحن خلونا نقع اختيارنا هالمرة. وكان التكليف بالسيد محمد المهدي السنوسي، فقال أنت تمشي تطلع من الزاوية. لما تأملوا فيه في الشيخ عمر المختار أنه هو أحاط بالعلوم القرآن وعلوم السنة والفقه، فندبوا له في 1887. فعلا جاء زاوية القصور، هو عمر المختار أيضا عالم الأساب ومن جماعة المنطقة، فلازم يختار واحد قريب من كذا، فوقع الاختيار منه هو علي يوسف بروحيل من دون غيره من جميع الناس اللي كانوا مرافقين له. جاء هو ويوسف بروحيل زاوية القصور وحاول أنه هم يتوغلوا داخل المعارف اللي يعرفوها من بين قبيلة العبيد والقبائل المجاورة لها من عرفة وغيرهم، بيش انهم يتودونهم ووروهم صورة جديدة. وخلال 3 سنوات قعدها عمر المختار حاول كسر نوع ما العلاقة اللي ما بينه وما بين العبيد. وبعد 3 سنوات اللي هي كانت داخلة علينا 1900، حصل دخول الفرنسي لتشاد والاحتلال لتشاد، فندبوه نفسه السيد محمد المهدي السنوسي، ندب عمر المختار انه هو يلتحق بركب المجاهدين اللي كانوا في تشاد، فترك زاوية القصور ومن خلف وراه يوسف بروحيل ليتم المرحلة اللي كان بين عليها. اللي ظهر طبعا بعد سعي كبير في الصلح. نعم ذكرنا، نعم نعم في ذكرنا مع قبائل العبيد في شان هذا بالذات. الفترة اللي غاب فيها عمر المختار على هذا، استمر يوسف بروحيل في تعليم الناس، وفي نفس الوقت انه هو كيف ينمي علاقة طيبة مع قبيلة العبيد، ونجح نجاح كبير جدا، نجاح كبير جدا. الى تم في الكلام هذا من 1900 لين 1902 توفي السيد محمد المهدي السنوسي. فلما توفي محمد المهدي السنوسي بعد بقرابة سنتين، ارتأت قيادة السنوسية ان هي لازم نجيبوا عمر المختار ونرجعوه لزاوية القصور في احتياج ان ليبيا له. وبالفعل جاء الامر فرجع ليبيا وتحديدا زاوية القصور، فوجد قبله كان موجود السيد يوسف بروحيل، والشوط الكبير اللي قطعه معاهم شوط غريب جدا، لدرجة ان عمر المختار في حد ذاته انبهر من هذا الجهد. واتم عمر المختار خصوصا لما كان في وقت هذاك يسيت ذايع، وكانت له ميزة على يوسف بروحيل انه هو من قربه من السنوسية، كانت له حتى لقب سيدي عمار، اللي كان هذا اللقب هذا ما ياخذش حد الا هو يكون من اصحاب النسب المتصل بالسنوسية. فلما اتم الدور مع بعضهم عمر المختار مع يوسف بروحيل، القيادة السنوسية وكانت القيادة العثمانية في ذاك الوقت انبهرت، لدرجة ان القيادة العثمانية بعثت بشكر خاص لعمر المختار على الدور الرائد فيه، انه هو جلب الاستقرار للمنطقة وجلب السلام اللي هو كان يعبر عليه بانطياع قبائل العبيد اللي كانت متعبتهم. فهذا كان من ابرز الادوار اللي قام بها يوسف بروحيل صحبة عمر المختار في منطقة جردس العبيد، وتحديدا في زاوية القصور. هالكلام الرفقة هذه قلنا انتقلت المرحلة الثانية في هالطريق الطويلة. كانت المرحلة هذه على اول عتبات هي 1911 في مقدم الطليان، بعد النداء اللي قام به السيد أحمد الشريف السنوسي القبائل الليبية اللي ندبها لقتال مستعمر الإيطالي، كان من أوائل الناس اللي التحق معرفي قال الجهاد السيد يوسف بروحيل.
قبل ما نخش في موضوع الجهاد خلينا نحكوا على العقلية الاستراتيجية اللي كانت من له. فقبل ما نحكوا على موضوع المعارك، السيد عمر مختار في الفترة هذه كان دائم الانتقال، يوم على تشاد يمشي القبائل، حتى قبل حتى دخول الطليان يمشي القبائل اللي في حل نزاعات المجاهدين قبل الجهاد الإيطالي طبعا بالمحتل الفرنسي. نعم نعم، لكن عمر مختار أيضا كان حتى عنده دور رائد في المنطقة من ناحية حل الخصومات والمشاكل اللي سيرا كذا كان يأخذوا فيه، لأنه أعتقد أنه هو الوحيد اللي انتدب السيد محمد المهدي السنوسي في رحلة زمان للكفرة والتشاد، خذا الوحيد من بين الطلبة اللي كانوا كل في زاوية الجغبوب. فكان دائم ترحال، فكلف يوسف برحيل الوحيد أيضا بأنه ينوب عليه في مسألة التعليم. بعد ما دخل عنصر الجهاد اللي ضد المستعمر الإيطالي، قعد يوسف برحيل أيضا نائب العمر مختار في ترتيب العملية السيدة. من أبرز الشهادات اللي حصل عليها يوسف برحيل في الفترة هذه كانت على لسان السيد والشيخ عبد السلام الكزة، أحد شيوخ العواقير. شيوخ العواقير طبعا المرحلة كان عبد السلام الكزة أحد قادة الدوار العواقير، دور العواقير كان مقسوم ما بين قبيلة العبار وما بين عائلة الكزة بالكامل، وكانت تحديدا في الشيخ عبد الحميد والشيخ عبد السلام الكزة. ففي لما كانوا بيديروا يوطدوا العلاقة ما بين دور البراغثة اللي هو الدور البراغيث اللي هو كان قائم سيد عمر مختار يوسف برحيل مع دور العواقير اللي كانت مقاتلة بشأن يربطوا ما بينهم، فبعثوا عبد السلام الكزة. دخل عبد السلام الكزة والدور البراغيث وما وجدش السيد عمر مختار، سأل عليه قالوا لنا في السفر، لكن راهو نائبة موجود. من نائبة؟ يوسف برحيل ما يعرفش، ولا عمره تلاقى معاه ولا عمره سمع به. قعمز حكى معاه تفاهم وياه، رد لجماعته هنا موطن الشاهد، سألوه لقيت سيدي عمر، كان همهم لأنه كان رجل مبجل عندهم. قالوا أنا ما لقيتش السيد عمر، لكن لقيت راجل، الرجل هذا مليان عقل، الرجل هذا مليان عقل. قالوا مش اسمه؟ قالوا يوسف برحيل. فقال لهم الرجل هذا أنا اللي نشوف فيه في تاريخنا مع الطليان حيكون هو رأس العقل المدبر لحركة الجهاد بالكامل. وصلنا لختام حلقتنا اليوم، وأكيد حنكمله طبعا باقي حديثنا عن يوسف برحيل المسماري بكرة، ممكن حتى لنهاية الأسبوع. شكرا لك. شكرا لك. ومشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.